عندما قال الملك الحسن الثاني: لولا القذافي لما تأسست جبهة البوليساريو. في كتاب ذاكرة ملك يتحدث الملك الراحل الحسن الثاني عن تاريخ ظهور جبهة البوليساريو والأسباب والمساهمين في ظهورها. الكتاب الذي صدر في الأصل باللغة الفرنسية وهو حوار مطول مع الصحفي الفرنسي إريك لوران يحتوي على أفكار تخترق مسافات زمنية وتعرض وقائع مكثفة مركزة على حقائق معاشة. اخترت لكم جزءا منها عن الجبهة وعن علاقة الملك الراحل برؤساء الدول المجاورة. من لعب الدور الأساسي في ميلاد وظهور جبهة البوليساريو؟ هل هو بومدين أم القذافي؟ فيما يخص ميلاد البوليساريو فلا شك أن القذافي كان وراءه، وكانت هناك مراسلات فيما بيننا كان يردد فيها باستمرار: يجب إلقاء المحتل خارج حدود المغرب، ينبغي خوض حرب ضد الإسبان. فقد كان غالبا ما يوجه إلي رسائل من هذا القبيل. كان أحد مؤسسي البوليساريو يدعى الوالي، وكان يتابع دراسته بكلية الحقوق بالرباط، وينتمي إلى حزب التقدم والاشتراكية وهو الحزب الشيوعي المغربي السابق، وقد تم طرده من هذا الحزب لميولاته التروتسكاوية من طرف علي يعتى رئيس الحزب، الذي يمكنكم أن تسألوه عن هذا الشأن. وتوجه الولي بعد ذلك إلى طرابلس، حيث التقى القذافي الذي قال له: إني على استعداد لمساعدتك، لكن ينبغي أن يسمح الجزائريون بمرور الأسلحة التي سأبعثها إليك. وهكذا كان الرئيس الليبي هو أول من أمد البوليساريو بالأسلحة. كيف تم التعاون بين بومدين والقذافي بخصوص دعم البوليساريو؟ لا يمكن الحديث هنا عن تعاون، لأن الأمر كان يتعلق باتفاق صريح. لقد كان بومدين يقول: أنا على استعداد لمساعدة البوليساريو، شريطة أن تصلني الأسلحة الموجهة إليه، وأقوم أنا بعد ذلك بتسليمها له. وكان على حق، لأنه كان مستحيلا كما كان من الخطر نقل تلك الأسلحة بحريا. هل حاولتم خلال تلك السنوات من التوتر الحفاظ على العلاقات مع القذافي؟ كان كل منا يتجاهل الآخر، ونفس الشيء كان مع بومدين، وأعتقد أنني لم أكن وراء القطيعة أو سببا فيها. ولكن ما الذي جعل القذافي يحقد عليكم بهذا الشكل؟ إن ذلك يعود أساسا إلى كونه لم يغفر لي عدم السماح له بالمشاركة في المسيرة الخضراء التي نظمتها سنة 75. ما هي طبيعة العلاقات التي كانت قائمة بين بومدين والقذافي؟ أذكر الغضب الشديد الذي أضرم غيظ بومدين حين علم بمشروع الوحدة بين تونس وليبيا. كان ذلك في يناير سنة 74 على عهد بورقيبة. على إثره اتصل بي هاتفيا ظهر يوم أحد، وكنت آنذاك قد ذهبت إلى القنص والاستجمام في ضيعتي، فلم أرى قط شخصا يجيش صدره حنقا أفقده صوابه مثلما أحسست به في نبراته. وما هو الحكم الذي حمله في نفسه إزاء القذافي؟ لقد كان يؤكد قوله: لقد قلت له أنه إذا كان سيستمر فسأخترق حدوده بفيالق عسكرية. إني لن أقبل أبدا أن أوضع أمام الأمر الواقع، كما أنني لا أقبل أن تكون ليبيا إلى جانبي. عندما توصل الملك الراحل الحسن الثاني وبوتفليقة إلى اتفاق بخصوص الصحراء، كان الملك الراحل الحسن الثاني يعول على فوز بوتفليقة بالانتخابات الجزائرية من أجل تطبيع العلاقات بين البلدين والتوصل إلى حل لنزاع الصحراء المغربية. بعدما أيقنت الولايات المتحدة الأمريكية في نهاية التسعينات أن خطة التسوية التي اقترحتها الأمم المتحدة للتوصل لحل نهائي لقضية الصحراء وصلت إلى الطريق المسدود بسبب الخلافات العميقة بين جبهة البوليساريو والجزائر من جهة والمغرب من جهة ثانية حول من يحق لهم التصويت في الاستفتاء، أقنعت العاهل المغربي الراحل الحسن الثاني بضرورة التفكير في حل سياسي آخر للنزاع، بحسب ما تشير إليه مراسلة من عزيز مكوار السفير المغربي السابق في واشنطن.
من سنة 2002 إلى سنة 2011، وتؤكد الوثيقة التي رفعت عنها الولايات المتحدة الأمريكية السرية بتاريخ 16 ماي سنة 2017 وتحمل عنوان تاريخ سياسة الصحراء أن الملك الحسن الثاني كان مشككا في جدوى الاقتراح الأمريكي لكونه كان لا يثق في أن الجزائر ستكون مستعدة للمساومة بحسن نية على مثل هذا الحل الوسط. كما أن أشخاصا معروفين بقربهم من الملك الحسن الثاني على غرار الراحل إدريس البصري عارضوا بشكل أساسي أي طريق ثالث أو حل سياسي للنزاع بحسب ذات الوثيقة، لكن الملك الراحل قرر انتظار الانتخابات الرئاسية الجزائرية وأعرب عن أمله في أن يعمل بشكل مباشر مع المرشح الأبرز عبد العزيز بوتفليقة الذي كان يعتقد أنه هو من سيصبح رئيس البلاد. وبالفعل وفي 27 من شهر أبريل من سنة 99 أصبح عبد العزيز بوتفليقة رئيسا للجزائر ليخلف الرئيس اليمين زروال، ويشير كتاب الأمة والمجتمع والثقافة لصاحبه جيمس ماكدوغال إلى أن الحسن الثاني أرسل برقية تهنئة طويلة إلى الرئيس الجزائري الجديد تحدث فيها عن العلاقات التاريخية بين البلدين وتعاونهما لمحاربة الاستعمار الفرنسي. وفي رسالة مماثلة وجهها الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة إلى العاهد المغربي تحدث فيها حسب نفس المصدر عن النضال المشترك ضد فرنسا كأساس لاتحاد محتمل بين البلدين. وفي 20 يوليوز من سنة 99 أي قبل أيام قليلة من وفاته التقى الملك الحسن الثاني مع إدوارد غابرييل الذي عمل سفيرا لواشنطن في المغرب بين سنتي 97 و2001، وأخبره أنه توصل إلى اتفاق مع الرئيس بوتفليقة ويعتقد أن حلا على غرار ما تقترحه الولايات المتحدة الأمريكية بات ممكنا الآن. وكان الحسن الثاني قد اتفق مع بوتفليقة على عقد اجتماع بينهما في شتنبر من سنة 99، إلا أن القدر لم يمهل الملك المغربي كثيرا إذ غادر الحياة في أواخر شهر يوليوز من سنة 99. ويشير السفير الأمريكي السابق في المغرب إدوارد غابرييل في مقال نشره يوم 23 من نوفمبر سنة 2018 إلى حسن نية الحسن الثاني، حيث يقول: يمكنني أن أشهد شخصيا بتفاؤل الملك الحسن الثاني بأن العلاقات الجزائرية المغربية ستتحسن بشكل ملحوظ بعد انتخاب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في أبريل من عام 99. وتابع: توفي الملك الحسن الثاني بعد 3 أشهر، وعلى الرغم من حضور بوتفليقة جنازته ووصف الملك الجديد بأخي، إلا أنه بعد شهرين سيثبت أنه ليس لديه اهتمام كبير بتحسين العلاقات مع المغرب. وعلى الرغم من وجود عدد قليل من الوثائق التي تؤرخ لنشاط بوتفليقة عندما كان وزيرا لخارجية الجزائر بين سنتي 63 و79 في عهد الرئيسين الراحلين أحمد بن بلة والهواري بومدين، إلا أن بعض المؤرخين والسياسيين تحدثوا عن لقاءات ثنائية جمعت الرجلين. فحسب ما يشير تقرير لجليل لوناس ونزار مساري، فقد نصح بوتفليقة الذي ازداد بمدينة وجدة الرئيس الجزائري هواري بومدين بدعم الرباط من أجل السيطرة على الصحراء مقابل موافقة المغرب على معاهدة إفران التي تخلت بموجبها المملكة عن المطالبة بالصحراء الشرقية. ويشير المختار والداداه الذي يعتبر أول رئيس لموريتانيا في مذكراته إلى أن بوتفليقة زار المغرب في شهر يوليوز من سنة 75 والتقى بالملك الحسن الثاني، وأصدر الجانبين بيانا مشتركا كانت كل كلمة فيه قد تم نقاشها على حدة عدة مرات أثناء صياغته، حتى أن بوتفليقة كان يتصل هاتفيا برئيسه. وعندما عاد بوتفليقة إلى الجزائر حاملا معه نص البيان الذي ينبغي أن ينشر في العاصمتين في آن واحد، اتصل شخصيا بالملك الحسن الثاني يطلب إبدال كلمة بأخرى لا أستحضرها، غير أن تغييرها كان بإعاز من الرئيس بومدين شخصيا، وقد وافق الملك على هذا التغيير في الأخير بحسب نفس المذكرات.
ويعترف فحوى البيان بحسب ولداده بما تضمنته اتفاقية مدريد الموقعة بعد ذلك بخمسة شهور. فقد أعربت الجزائر عن تخليها صراحة على كل أطماع في الصحراء الغربية، وتتمنى كما تمنى المغرب تعزيز أسس الأمن والتعاون الذي لا شك أنه سيكون مفيدا لهذه المنطقة الحيوية من المغرب العربي. لكن الرئيس الجزائري هواري بومدين بعد مدة وجيزة قرر تغيير موقف بلاده وتنصل مما اتفق عليه وزير خارجيته مع الملك الحسن الثاني. وفي نوفمبر من سنة 75 نظم المغرب المسيرة الخضراء، وفاجأ نجاح هذه المبادرة صناع القرار في الجزائر، وقرروا بعد ذلك مضاعفة دعمهم لجبهة البوليزاريو. شكرا لكم على المشاهدة، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم الجديد. دمتم بخير وإلى اللقاء.